And then now give the floor to the representative of Saudi Arabia. Yours, Ambassador. شكرا سيد الرئيس. <applause> أشكركم على دعوتكم لعقد هذه الجلسة لبحث الحالة في الشرق الأوسط. إن أكثر ما يميز هذه الحالة في الوقت الراهن هو استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في العمل على فرض الأمر الواقع. حيث اعلنت اسرائيل عن نيتها بناء مجموعه كبيره من المستوطنات ورغبتها في ضم اجزاء واسعه من الارض الفلسطينيه المحتله في الضفه الغربيه مما ادى الى اغلاق ابواب التسويه وزاد من تعنت اسرائيل وجراتها على انتهاك المواثيق والقوانين الدوليه ذات الصله لانهاء هذا الصراع الذي يشكل السبب الرئيس في ازمات المنطقه فما زالت اسرائيل تسن تشريعات وتتخذ سياسات مناهضه للفلسطينيين لشرعنه نظامها الاستيطاني وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه ولذلك فاننا نكرر دعوتنا للمجتمع الدولي بضروره الزام اسرائيل بتنفيذ القرارات الدوليه ذات الصله والا فان المنطقه سوف تستمر تعاني من خطر استمرار هذا الصراع الذي طال امده سيد الرئيس ان المملكه العربيه السعوديه تؤكد موقفها الثابت وهو ان القضيه الفلسطينيه هي القضيه المحوريه الاولى للمملكه العربيه السعوديه وسنظل ندافع عنها وعن حقوق الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه غير القابله للتصرف ويقيم دولته المستقله على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف وفقا لقرارات مجلس الامن الملزمه ولمبادره السلام العربيه وكذلك ضروره انهاء احتلال اسرائيل للجولان العربي السوري المحتل وللاراضي اللبنانيه المحتله كما ترفض بلادي بشكل قاطع التصريحات التي تعتبر المستوطنات في الضفه الغربيه شرعيه ولا تخالف القانون الدولي ان قيام اسرائيل ببناء المستوطنات مخالف لقرارات الشرعيه الدوليه والقانون الدولي، ويقف عقبه امام تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الاوسط، ويقف عقبه ايضا امام حل الدولتين. السيد الرئيس تؤكد المملكه العربيه السعوديه رفضها للتدخلات الخارجيه في الشان الليبي، التي ادت الى انتقال المقاتلين المتطرفين الى ليبيا، والى انتهاك قرارات مجلس الامن ذات الصله. والى زياده حده التصعيد العسكري واطاله امد الصراع وتعميق معاناه الشعب الليبي الشقيق. كما تؤكد المملكه العربيه السعوديه على موقفها المتمثل في مسانده الشعب الليبي واحترام ارادته والوقوف على مسافه متساويه من جميع الاطراف الليبيه. وندعو هذه الاطراف الى ضبط النفس وتغليب المصلحه العليا والحفاظ على وحده الاراضي الليبيه وسلامتها. وسيادتها الاقليميه وتحصينها من التدخلات الخارجيه وكذلك دعم جهود الامم المتحده الرامية لايقاف النزاع وحل الازمه بالحوار والحلول الدبلوماسيه. السيد الرئيس تدين حكومه بلادي التصعيد الاخير من قبل السلطات السوريه في الهجمات التي تشنها على المدنيين في ادلب وندعو الى التهدئه والعمل على استكمال الحوار من خلال اللجنه الدستوريه التي مثل انشاؤها بارقه امل للشعب السوري من اجل الخروج من ازمته التي طال امدها. فالسنوات الماضيه اثبتت بما لا يدع مجالا للشك بطلان فرضيه الحل العسكري على حساب الشعب وارادته، وضروره انقاذ سوريا من خلال الحوار والحل السياسي، وليس من خلال التدخلات الخارجيه. واننا ندعو الى خروج جميع الميليشيات المسلحه الاجنبيه من الاراضي السوريه. من اجل الحفاظ على وحده الاراضي السوريه وامنها واستقرارها سيد الرئيس لقد كانت بلادي وما زالت تدعو الى اقصى درجات ضبط النفس والتهدئه والحوار حيال شتى النزاعات وتشدد بلادي على ان التوتر الجاري في المنطقه الان لا يحل الا بالحوار وان الهجمات الاخيره في العراق الشقيق وانتهاك ايران المستمر لسياده العراق يشكل تصعيدا خطيرا قد يؤدي الى نتائج لا تحمد عقباها ان المملكه العربيه السعوديه اذ تشجب هذه الاعتداءات وتدين انتهاكها للسياده العراقيه لتدعو مجددا الى ضروره ضبط النفس من قبل جميع الاطراف والحرص على عدم التصعيد للحفاظ على الامن والاستقرار في العراق الشقيق وفي منطقه الخليج العربي كما نؤكد على وجوب اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ الاجراءات اللازمه لضمان امن هذه المنطقه الحيويه للعالم اجمع، وضمان استقرارها، وردع عمليات الاستفزاز والتخريب التي نفذتها ايران وما زالت في هذه المنطقه. لقد مارست بلادي اقصى درجات ضبط النفس فيما يخص الهجوم الارهابي الذي اصاب المنشآت النفطيه التابعه لشركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص بتاريخ 14 سبتمبر من العام المنصرم هذا الهجوم الذي تبنته الميليشيات الحوثية في اليمن ولكن التحقيقات الدولية والتقارير الأممية أثبتت أنه لم يصدر من الأراضي اليمنية وإنما كان مصدره من جهة الشمال سيد الرئيس يشهد اليمن مؤخرا جهودا متتالية على المستويين الاقليمي والدولي لخفض التصعيد والدفع بعوامل بناء الثقه، مما ادى الى تحسن في الوضع العسكري والسياسي والانساني خلال الفتره الماضيه. فاتفاق الرياض بين الحكومه اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يهدف الى تحقيق الامن والسلم واعادة عجلة التنمية في اليمن، دخل مرحلته الثانية. ولكننا مع الاسف ما زلنا نشهد استمرار الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران، في ممارساتها المنافية لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الامن 2216 وكان اخر هذه الممارسات هو الهجوم الارهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي على مسجد في محافظة مأرب وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى واننا اذ ندين هذا الهجوم الارهابي الذي لم يراعي الا ولا ذمة في استهداف دور العبادة واستباحة دماء اليمنيين نجدد التأكيد على وقف الم... على وقوف المملكة وشقيقاتها من دول التحالف إلى جانب اليمن إنسانا وأرضا ونعد هذه الأعمال الإرهابية البشعة تقويضا متعمدا لمسار الحل السياسي وختاما سيد الرئيس إن المملكة العربية السعودية تدعو المجتمع الدولي وخصوصا مجلسكم الموقر إلى تفعيل دوره الرئيس بصون الأمن والسلم الدوليين والدعوة الحازمة لممارسة خفض التصعيد والتوتر في المنطقة قبل ان يؤدي الى كوارث دولية، والتأكيد على ان التهدئة والحوار وممارسة اقصى درجات النفس هي الحل الرئيس لتفعيل دور الدبلوماسية الوقائية للصد عن نشوب النزاعات. شكرا سيد الرئيس.